السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتطرق في مادة الاقتصاد إلى درس الاتصال. إن عملية الاتصال ضرورية لكل نشاط إنساني، وتزداد هذه الأهمية بين الأفراد المنظمة، سواء كانت هذه العملية تتم بين الرئيس والمرؤوسين أو بين أفراد المنظمة فيما بينهم. إذن ما هو تعريف الاتصال؟ ما هي أشكاله ومكوناته؟ أولاً سوف نتطرق إلى تعريف الاتصال. هو فن تبادل المعلومات أو إرسالها أو نقلها بين الأفراد والمجموعات، بغية تحقيق فهم جيد بين الأفراد. من هذا من التعريف نستنتج أن الاتصال ضروري في تسيير المنظمة، بالإضافة فهو أحد العناصر الأكثر أهمية من أجل قيادة أفراد المنظمة نحو الأفضل، حيث يستحيل تبادل الأفكار والأفعال والخبرات دون الاتصال والإعلام. والاتصال يختلف عن الإعلام لأن دور هذا الأخير يقتصر على نقل المعلومات من جهة واحدة فقط. يعني الاتصال هو تبادل المعلومات من فرد إلى فرد آخر من المنظمة. كما تعرف أنه لا تستطيع مؤسسة تحقيق أهدافها لو لم يكن هناك اتصال بين مختلف أفرادها. مثلاً في مصنع لصناعة الألبسة، الخيط هو مواد أولية، ولو ينتهي الخيط في المخزن لا نستطيع الإنتاج. يعني مسؤول المخزن يقوم بعملية اتصال بقسم المشتريات ليخبرهم بانتهاء المادة الأولية لكي يقوم بشرائها. والآن نتطرق إلى أشكال الاتصال، وهناك شكلان: الاتصال الرسمي والاتصال غير رسمي. الاتصال الرسمي هو الذي يتم عبر القنوات والمسارات الرسمية التي يحددها القواعد التي تحكم المنظمة. الاتصال الرسمي ثلاث اتجاهات: اتصال نازل، اتصال صاعد، اتصال أفقي. أولاً الاتصال النازل هو الذي يتجه من الأعلى إلى الأسفل، أي من المديرين إلى المرؤوسين، ويتضمن الأوامر والقرارات والتعليمات وخطط العمل التي يصدرها القادة الإداريون، والتي تضمن نقل التعليمات اللازمة والتوجيهات لحسن سير العمل. وهذا الاتصال أحد الوظائف المهمة للمديرين، والتي يتمثل في تجميع المعلومات وترتيبها وتصنيفها لتصبح قوانين وسياق تبلغ للعمال يستفيد منها لتحسين أدائهم. ومن أغراض الاتصال من الأعلى للأسفل إعطاء معلومات محددة عن العمل، شرح العلاقات الوظيفة بغيرها من الوظائف المنظمة، معلومات عن كيفية أدائه لعمله، وإقناع العاملين بتحقيق أهداف المؤسسة. إلا أن الاقتصار على هذا النوع من الاتصال يساعد على خلق مناخ استبدادي في المنظمة، قد يقضي على الروح المعنوية للعاملين فيها. ثانياً الاتصال الصاعد يتجه من المرؤوسين إلى رؤسائهم، ويتضمن عدداً التقارير والاقتراحات والرد والإجابات والشكاوي والتظلمات. من التعريف يتضح أن هذا النوع من الاتصال يشمل المعلومات التي ينقلها العاملون في مستويات الدنيا إلى قيادات إدارية لتوضيح أفكارهم ومشاكلهم، في شكل يتيح لهذه القيادات اتخاذ القرارات وتوجيهات اللازمة. ثالثاً الاتصال الأفقي يسمى أيضاً بالاتصال الجانبي أو الموازي، يكون بين الموظفين لنفس المستوى الإداري الواحد، ويتضمن تنسيق الأنشطة وحل المشكلات وتبادل المعلومات. يتصف هذا النوع بكونه استشارياً، يشجع على التعاون والتنسيق والتكامل بين العاملين في المنظمة. والآن الشكل الثاني هو الاتصال غير رسمي. هو الذي يتم عبر القنوات والمسارات غير الرسمية، ويمكن أن يكون أحد معوقات العمل داخل المنظمة مثل الإشاعات. هذا النوع من الاتصال فرضته طبيعة عصر ثورة المعلومات، وهو عصف اتصالي يتعرض له الشخص من جميع الاتجاهات ويؤثر عليه بشكل مباشر ومتواصل بكون يكون بطريقة غير رسمية. والآن سوف نتطرق إلى مكونات الاتصال. مكونات الاتصال سوف نجد المرسل،
هو شخص لديه مجموعة من المعلومات والأفكار ويريد إرسالها لطرف آخر وهو المسؤول عن إعداد وتوجيه المعلومات والأفكار. هذا النوع إذن هنا المرسل الذي يبعث الرسالة. ثانيا المستقبل وهو الشخص الذي يتلقى الرسالة المتضمنة للمعلومات والأفكار، أي أن المستقبل هو الشخص الذي تلحقه الرسالة ويكون مسؤول عن فهم الرسالة والإجابة عنها. الرسالة تحويل الأفكار والمعلومات إلى مجموعة من الرموز ذات معاني بين المرسل والمستقبل لتحقيق هدف معين، مثل الكلمات والحركات والأصوات والحروف. يعني تعبر عن أفكار المرسل بطريقة تسمح للمستقبل بفهم الرسالة، تكون شفهي أو كتابي. قناة الاتصال وهي الوسيلة أو الأداة التي تستعمل في نقل الرسالة سواء اتصال شفوي أو اتصال الكتابي، أي هي وسيلة نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل. الاستجابة أو الرد، بعد تلقي المستقبل للرسالة الموجهة يقوم بالرد عليه، وهنا يتحول المستقبل إلى مرسل آخر للرسالة الأخرى، وهذا ما يسمى بالتغذية العكسية والتي تبين مدى فعالية وجدوى المعلومات ومدى نجاحها في تحقيق ما هدفت إليه، أي هي الرسالة الجوابية التي يبعثها المستقبل إلى المرسل، يعني في الرد المستقبل يتحول إلى المرسل. رابعاً أغراض الاتصال. إصدار التعليمات للمرؤوسين المتعلقة بالأصول تنفيذ الأعمال ودواعي تأجيلها أو تعديل خطط التنفيذ. رابعاً أغراض الاتصال. الهدف من الاتصال هو إحداث فهم لدى الآخرين، وينتج عن هذا الهدف أغراض وهي إصدار التعليمات للمرؤوسين المتعلقة بأصول تنفيذ الأعمال ودواعي تأجيلها أو تعديل خطط التنفيذ. مثلا تكون مسؤول عن العمال كقائد، يجب إعطائهم التعليمات وتوجيههم وإعطائهم المهام لتحقيق هدف المؤسسة. ضمان وصول المعلومات للمعنيين بالشكل السليم لتمكينهم من التعرف على الأهداف والغايات المطلوبة تحقيقها، إضافة إلى المسؤوليات الموكلة للموظفين القيام بها والصلاحيات الممنوحة لهم في سبيل تحقيقها. يعني اتصال يجب أن يضمن أن المعلومات التي يبعثها المرسل تلحق للمستقبل بأحسن طريقة. متابعة التنفيذ والتقويم للتعرف على مدى تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجهها ومواقف المرؤوسين من المشكلات وسبل علاجها وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التنظيمي والتنفيذي. أي أن قائد يجب أن يتتبع التقدم في تنفيذ الأوامر والعراقيل لإيجاد الحلول. والأسف انطلق إلى نجاح عملية الاتصال. يجب أن تخلو من كل معوقات عملية الاتصال سواء تتعلق بالمرسل أو المستقبل أو بعملية إرسال ذاتها. فنظراً لاختلاف الأفراد فكرياً وإدارياً، حيث القيام بعملية الاتصال قد تكون هناك معوقات وهي المعوقات المتعلقة بالمرسل. قد يقع المرسل في عدة أخطاء عندما يريد الاتصال بالآخرين، ففي بعض الأحيان يعتقد المرسل أن الآخرين يفهمون المعلومات كما يفهمها هو، ويعتقد كذلك أن حالته الانفعالية وميوله وقيمه ومعتقداته لا تؤثر في شكل المعلومات والأفكار التي لديه. المعوقات المتعلقة بالمستقبل. يقع المستقبل في نفس أخطاء التي يقع فيها المرسل، أي أن المرسل والمستقبل قد لا تكون لديهم وجهة نظر واحدة، وعدم تقبل معلومات المرسل من طرف المستقبل. المعوقات المتعلقة بعملية الإرسال، ويتعلق الأمر هنا بالأخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها أو في قناة الاتصال. الأخطاء المتعلقة بالرسالة مثل الغموض الناتج عن أخطاء لغوية أو أخطاء في الترجمة أو فقد جزء من محتوياتها. في بعض الأحيان يكون له قصد معين من طرف المرسل، ولكن يكون لها
خلط آخر من طرف المستقبل. الأخطار المتعلقة بقناة الاتصال. الخطأ في اختيار وسيلة الاتصال المناسبة أن تكون ملائمة لمحتوى الرسالة ولطبيعة الشخص المستقبل لها ولزمن الاتصال. هنا عند إرسال الرسالة طارئة مثلاً عبر البريد الإلكتروني لا يقرأها بسرعة المستقبل، فبهذه الحالة الهاتف هي الوسيلة المناسبة للاتصال. المعوقات المتعلقة بالاستجابة أو رجع الصدى، الغموض في الرسالة، الخطأ في الترجمة، المحتويات، فقد المحتويات. هنا المستقبل يجب أن يرجع الجواب للمرسل لأنه ينتظر الجواب. في حالة عدم إجابة يمكن أن يخلق خلافات بينهم. وفي الأخير يتطلب إنجاح عملية اتصال حسن استخدام وتطوير قدرات ومهارات متعددة، منها ما يتعلق بالإدراك الحسي والإدراك الذهني، ومنها ما يتعلق بمهارات وقدرات التعبير للأطراف عملية الاتصال. شكرا على الانتباه والإصرار.